طابت أوقاتكم بكل خير. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، بدأت اليوم أعمال المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية 2014 والمعرض المصاحب له في مركز الملك فهد الحضاري في مدينة ينبع الصناعية. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، دشن صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة أعمال المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية والذي تنظمه الهيئة الملكية لجبيل وينبع بينبع الصناعية. ويناقش المؤتمر التوجهات المستقبلية للصناعات التحويلية المحلية والعالمية والفرص الاستثمارية المتاحة بالصناعات التحويلية في المملكة. المملكة رغم الأزمة الاقتصادية ظلت ولله الحمد جاذبة للاستثمارات. ما تم استثماره خلال الأزمة وخلال الركود الاقتصادي يفوق بمراحل ما استثمر السنوات السابقة الأزمة. هذا يدل على أنه الاستثمار سواء كان أجنبي أو سعودي يبحث عن الأمن، عن الاستقرار، عن توفر مواد الخام، وهذا موجود. ويتضمن المنتدى عددا من المحاور أبرزها تداول الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة الملكية لجبيل وينبع لتطوير قطاع الصناعات التحويلية على مختلف الأصعدة اعتمادا على الجدوى الاستثمارية والمزايا المتاحة وتعظيم مقومات النفط والغاز الطبيعي لتحفيز فرص التوظيف وتطوير الاقتصاد والاستقرار الصناعي وخدمات الدعم وتطوير البنية التحتية. لا يخفى على أحد أن من المتابعين والمهتمين الدور الذي تقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع من حيث تهيئة البيئة المساعدة والمحفزة للصناعات السعودية ودورها في إتاح فرص العمل بأجور مناسبة لأبناء وبنات هذا الوطن. غير أن ما أود الحديث عنه وما أؤمله هو بحث إمكانية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية في منطقة المدينة المنورة والهيئة الملكية للجبيل وينبع في تهيئة بيئة عمل توفر وظائف محلية في ينبع النخل وينبع البحر بالتحديد. الملتقى يحظى بحضور أكثر من 500 من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين من مختلف دول العالم، فيما يتحدث للحضور أكثر من 50 متحدثا عالميا عن توجه الدول لهذا النوع من الصناعات لتحقيق عوائد اقتصادية هامة، في الوقت الذي يعرض فيه أكثر من 40 عارضا أحدث المستجدات والتقنيات والدراسات في هذا المجال. في الوقت الذي يسعى له المنتدى إلى إبراز الدور العملي للصناعات البتروكيميائية والمواد الخام، يشدد خبراء اقتصاديين وصناعيين على أهمية الصناعات التحويلية والتي باتت هدفا استراتيجيا للاستثمار المحلي. من الهيئة الملكية بينبع الصناعية وائل رفيق للأخبار.